مشاهدينا، في حياة الناس لليوم يقيم مركز البدر لإدارة المشاريع العلاجية بالتعاون مع جمعية البستان للثقافة والفنون ورشة فنية مع الأطفال واليافعين، وذلك في مقر المركز الكائن في العاصمة الأردنية عمان. وتضم الورشة التي تحمل اسم آمال صغيرة 11 طفلا سوريا من الجنسين. المزيد مع زميلتنا نور حداد. مرحبا مشاهدينا، نحن هلأ متواجدين في مركز البدر لإدارة المشاريع العلاجية اللي بيستضيف الجمعية الإنسانية السورية في ألمانيا. هاي الجمعية اليوم عم تنظم ورشة عمل فنية ضمن برنامج الدعم النفسي للأطفال المصابين بالحرب. خلونا نفوت ونشوف الأطفال. الأستاذ وسيم الشامي عضو في الجمعية السورية الإنسانية في البداية رفض أنه يتغطى هذا الحدث إعلامياً، بس بعد ما أقنعنا بأهمية تغطية هذا الحدث وأنه هو تحفيز لبقية الجمعيات أنه هن يحذوا حدو هاي الجمعية بالمشاريع التنموية قبل أنه يطلع معنا. مرحبا. أهلا وسهلا يا مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أخيراً قبلت تطلع معنا. مكره أخاك لا بطل. طب احكي لنا شو سبب رفضك في البداية أنه تتغطى هاي يعني الأعمال إعلامياً؟ الرفض يعني مو رفض، ولكن اللي عم بصير بالإعلام هو تشويه للواقع كتير. ما بدي أحكي سياسة، بس عم بصير في شغلات كتير عم تتشوه وعم تتغير حقيقتها. طيب نحن هلأ أصرينا أنه نغطي هذا الحدث يعني إيماننا بأنه الإعلام هو بينقل الصورة المشرقة، فشو أهمية أنه يكون في هيك مشاريع إغاثية يعني سواء في الداخل السوري أو حتى في دول اللجوء؟ أهمية مستقبلية استراتيجية بعيدة المدى. نحن بالأخير في عنا فترة طويلة من اللجوء أو الحالة السورية، خلينا نقولها بالنهاية الناس بدها تعيش حياتها، بكفي أنه يعني مهمشة يعني تكون هي نفسها، يعني الإنسان يكون إنسان، وأحد حقوقه للإنسان العمل. إذا قدرنا نعطيه خطوة أنه نعرفه كيف يعمل، يعني نعلمه كيف يصيد أحسن ما نعطيه سمكة. بحكي لنا شوي عن الورشة اللي اليوم مقامة. هي بعد ما زرنا المركز هون شفنا الأطفال معوقين، سألناهم حكيناهم شوي، بالنهاية كان في أكثر من فكرة انعرضت، أنه أنت الشخص اللي فقد طرف، أنه هو بوجهة نظري الشخصية أنه يمكن أكثر إنسان بيقدر يركب طرف لشخص تاني، لأنه بحس شو أهمية هذا الموضوع. فطرحنا عليهم أنه شو رأيكم نعمل دورة تدريبية بأوروبا لهدول الناس مشان يقدروا بالأطراف الصناعية يشتغلوا بعدين. فطلعوا هن ما شاء الله عليهم بالمركز، يعني عاملين خطوات حتى بهذا الموضوع. ومن خلال تعرفي على الجمعيات التانية أنه في جمعيات عم بتعلم مهن يدوية، وهذا الشيء يعني صنعتهم باليد أمانه من الفقر. بالنهاية الناس اللي قاعدين ببيوتها ما عم بيعملوا شيء، ولا قاعدين بالخيمة ولا بالكربان، فيهم يعملوا شيء ولازم يعملوا شيء. يعني الحالة ما انتهت أنه أنا صرت لاجئ، لا، أنا في عندي مستقبل ولازم أشتغل لمستقبلي هذا. تمام. كمان معنا اليوم زوجتك، هي مشاركة يعني كمان متطوعة بالجمعية. احكي لنا هلأ، هي رح تحكي انت رح تترجم لها، احكي لنا عن دورك في هاي الجمعية، أو شو الدافع اللي خلاكي أنه أنت تشاركي بهاي الجمعية؟ السلام عليكم. نحن كلنا بشر، والله وصفنا بالقرآن بأننا إخوة، والله تعالى قال بأنه يحب المحسنين، وهذا هو هدفي، فنيتي هي أن يحبني الله، ولهذا السبب اخترت هذا الطريق. أريد أن أعيش وأساعد المسلمين في معاناتهم. بدأت مع زوجي وأنا سعيدة جدا بأن أقوم بهذا العمل. هذا ليس أول نشاط أقوم به. عندما كنا في تركيا قمنا مسبقا بمساعدة الناس في أفغانستان والبوسنة والعراق، والآن سوريا، وعملنا من قبل بمساعدة إفريقيا والصومال. أمنيتي هي أن ينتهي الألم بأسرع وقت. لدينا مثل بالتركي يقول: الألم يصبح أقل عندما توزع السعادة، والحب يكبر عندما يوزع. طبعاً نحن نتشكر تواجدكم.
عرفنا عن حالك. اسمي وسام من دلعة. أهلا وسهلا، احكي لنا عن مشاركتك بهي الورشة. شاركت بها عم نتسلى وعم نرتاح لما عم نكتب اللي جواتنا على الزجاج. شاركت قبل هيك بورشات تانية غير هاي؟ رسم. حسيت انه مهاراتك تطورت من خلال هاي الورشة او الورشة اللي قبل؟ بتحب انت هاي الاعمال؟ شو بتحس انه بتضيف لك هاي الاعمال؟ خليني احكي اللي ببالي بالرسم والرسم على الزجاج وعلى الورق. يعني بتحس انه انت بتعبر عن اللي جواتك من خلال هاي الاعمال؟ شو بتحب تحكي للاطفال الباقيين اللي موجودين؟ تشجعون انه هن يطوروا مهاراتهم الفنية؟ انه هم يعني بيقدروا يعملوا بس يحطوا شي ببالهم بيعملوه. شو بتحب تحكي لاطفال سوريا اللي جوا سوريا؟ الله يحميهم وينصرهم. يعطيك العافية. معنا كمان محمد الكردي مؤسس مركز البدر للمشاريع العلاجية، رح يحكي لنا عن الفعالية وعن استضافتهم للجمعية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا. احكي لنا عن الفعالية اليوم والجمعية اللي مستضيفينها. هلا أول شيء الله يعطيهم العافية، هي من ضمن مشاريع الدعم النفسي للأطفال اللي هن بحاجة أكثر ما يكونوا بحاجة للأمور الطبية، بحاجة لدعم النفسي من خلال الفنون، منا رسم، منا مسرح، منا الحفر على الأزاز مثل ما أنتم شايفين. عم يكون لها كتير دور فعال بتغيير نفسية الطفل، بإفراغ طاقاته السلبية من خلال حتى نحن عم نكتشف مهاراتهم من خلال حدا بيحب الرسم، عم نكتشف إنه هو موهوب ممكن يطلع منه فنان كتير مهم. كل نوع من أنواع الفنون ممكن لقينا أطفال بالمسرح طلعوا مبدعين، وقفوا كان عندهم جرأة يوقفوا قدام الجمهور. حتى بمجال الرسم على الزجاج والورشة اللي اليوم عاملينها عم نشوف مهارات رائعة فنية ويدوية، هذا عم يساعد الأطفال كتير ليتجاوزوا المحنة اللي هن فيها، وعم يكون له دور كتير فعال مثل الموسيقى مثل أي شيء، عم يكون له دور كتير فعال بتغيير حياته وسلوكه، ويبدأ يهتم بشيء لمستقبله، فممكن تصير مهنة يوم من الأيام هاي لإله يقدر يستفيد منها، ما يكون عالي على المجتمع، يكون منتج ما يكون عالي على أي حدا، لا على أهله ولا على المجتمع. هاي أعضاء الجمعية بيحبوا يتشكروا الأشخاص المجهولين اللي مولوا هاي المشاريع ودعموها. هدول الأشخاص عم يشتغلوا في الداخل السوري وعم يشتغلوا تحت الخطر وتحت البراميل اللي عم تنزل كل يوم. طبعا هدول الأشخاص لولاهم ما كانت هاي المشاريع موجودة. هذا الحكي على لسان أعضاء الجمعية. لبرنامج جولة الصباح، نور حداد، أورينت نيوز.